صباح الخير لو لوندومان دو لاكوشمون. يلا فقت اي جو سوي تري فاتيك. مورنينغ مورنينغ شميشاتي حنوناتي كدايرين كصبحتو كلشي بخير كلشي هو هذاك. اول حاجه اكسكيوز دادو الناس طافي ناس في الصباح تكون كنصبح مي باغاف اوني كونطون كوميم. البارح سيتي اون جورني شارجي دو مالاد مي الحمد لله اون ايتي كونطون كوميم. احنا فرحانين كلشي داز مزيان. اون كوري بارتو اون ايتي بارتو او ميم طون مي سي با غراف سا في بليزير حيت الحمد لله فرحنا بالهام وبيبي بيبي ايلا. الصراحه ما قدرتش في هذا الصباح البارح ما نعسنا حتى لجوج. جيتي كاو ما حسيتش براسي فوقاش نعست وما حسيتش براسي كي درت فقت هذا الصباح. جيتي فاتيكي مي سي با غراف. دونك هاد النهار عاوتاني جورني شارجي سبيد مي ما غنقلي حتى نحك سنيناتي نغسل وجهي نفطر وغنقلع با افون توت لا لا استحالة ولا يمكن نقلع هاد النار قبل ما نفطر يا اختي غادي تفطوني. دابا جدي صلي اللي يسمع يقول ما كيخليوني بلا ماكله وهي لا راه غير ملي كنبقاو نجري ونجري ونجري وكتوصل الوقيته هاد الماكله غادي صافي واخا يكون فيك معرف الجوع ديال بعد كي داير الا بقيتي مشغوله كديري شي حاجه ودازت هذيك الوقيته انا تيطير لي الجوع ديالك وما كتوصل الوقيته الماكله كدوز تيطير الجوع. بغيف احنا وجدنا غادي في الطريق. جو مو سوي ماكيي فيت في والله الا الصراحه فولسيز كيزيدوا النص في اللوك. انا كنت غافله عليهم انا خصني اللي كنت غافله عليهم. سينون بور لي ديتاي دو لوك يلا هدرت اكرون توتال اس بي اف 50 ضروري ومؤكد سورتو فهاد الوقت اللي كنخرجوا كتكون الشمس مشحره. دوكو درت ليكرون بودر درت واحد البلاش ديال بينيفيت منو فيه هايلايت باش يعطيني بون مين درتو هنا هنا وهنا على عينيا خلاص اختي فالسيز ملصقاهم ماشي دوك اللي كيحيد رد هذوك تيعكزوني كوك فريمون كيجيو زوينين. يلا درت شويه ديال الكات كريش ولا خرجه كيدير عليا الظلام عليا الظلام حيد مالي ظلم عليا الدنيا جاي نكملوا في الظلام. الروج على ليفغ سي لو سيفورا مات رقم 13 وحجباني ما رسمتهم ما حتى شي حاجه نتوما خليتهم عادي ناتوريل يلا فيكسيتهم بداك هذا 24 اورز براو ستر ديال بينيفيت واعر فوالا. والسيفورا ها هو هذا لازم نهضو يا اختي قبل ما يطيح يتلف ليا يا اختي. عطون نوريكم البلاش انا هاد الماتيريال معايا يا اختي ها انت البلاش كندير هاد كاليفورنيا فيه شي شويه ديال الهايلايت و الا بغيت نزيد شويه كيكه كندير هاد التيكل هذا اللي حداه حتى هو غزال فوالا. ايوا نمشيو ندخلوا راه حنا في الكلينيك راه كيصين فيا اوني ا كلينيك الشرق بالنسبه للبنات ديال وجده. مود و تي شيرت ليفيز و الخفيفه ديال الفطور ديال نفسها و كرطابي مورنينغ مشى البنج بدا كيجي الحريق كتحس نطي شويه درتي البرومي لوفي هاد الصباح تمشيتي لوكين جورجيس تعبان لولو تعبان انت غادي تمشي مع ماما؟ يا جبنا لها يوم فطور فطور حشوة حشوة بصحة وراحة رمي عظمك يا اختي انت مخلفة يا اختي ولازم تتغذي لازم تتغذي زوينه جبنا لها حسوه ديال الدراك قال لك مزيانه كطلع حليبات مصحه مصحه بنينه ياك ما سخونه بزاف ياك ما بردات اصلا
لا حجبتها في الترمو صافا مشى الحريق شويه باقي منين كي دابا اليوم اللي غادي يبدا يطرب منك البنجنيشان غادي تبدا تحس قبيله منين وقفتي ما دختيش لا دوخه ما دختيش اه دوخه ما دختيش ايوا مزيان حيت ديجا البارح تقعدتي شي شويه مزيان سي تري بيان يلا كولي يا اختي كولي صحا وقعها رمي لي عظمك يا اختي صافي خرجنا من عند الهام خليناها ترتاح شي شويه جات ليكيب الثانيه اللي غادي تشد شيفت مورانا مشات سكينه وماما احنا هزينا البنات وغادي نمشيو نتغداو في شي بليصه كنا بغينا نهربو تتاتيت ساعه انا با مارشي سيت فوا لا لحقاش عياو مقابلين الوليدات كاملين وحنا كنجريو دونك هاد المره دينا البنات باش نخليوهم يتكونسونطراو مع الهام واوسي حيت راهم عندها في الماتيرنيتي وكاين داك البوفي دونك راكم عارفين الدراري الصغار تيبقاو يخربوا داكشي سينو المشكل اللي كاين سي كو صافي تيلمون لونطون ما جيتش ما عارفاش البلايص شنو اللي باقي حال شنو اللي سد شنو اللي خرج جديد دونك سكون فا فير غادي نمشيو نشوفو شي قهوه من دوك اللي تيكونوا برا نتغداو وكيكونوا نيت فيها دوك لي زيسباس فين تيلعبوا الدراري صغار بيسكو داين معنا البنات دونك اون فا فير سا جو بون سي بلو سامبل صافي وابخي ندوزو ناخذو كادو ديال بيبي اليوم ولا غدا اليوم مزحومه اصلا وقيله ياك لاباس الحال شحال هادي 5 ديجا اصلا حنا نتغداو حتى ل5 وباش نيت ندورو ونختارو ايتو ما نبقاوش مزحومين بالوقت واي جو بونس سي ميو حتى لغدا المهم داكشي اللي درناه نتوما معاه نهار جديد وفيديو جديد مرحبا بكم اونكور معايا فيما كنتو افق ما كنتو كتشوفوا هذا الفيديو لا هادي غير انا ودايره الدراويج وستي اول مره تشوفوني اختي محزمه بزاف ديال حياتي وغادي تسالوا على السبب علاش واش خرجت من الحمام لا يا اختي انا ما كنديرش الدرابني كنخرج من الحمام ما عمري درتها باي دو واي ولكن اليوم درتها لواحد السبب وجيه الا وهو انني هذا النهار غادي نصايب يا اختي رفيسه ديال النفيسه يا صيب الدجاج البلدي والمساخن والزيت البلدي والسمن الحار كلفوني بهذا المهم هذا النهار قال لك والو تصايب لنا الرفيسه ديال الهام سو قفيطيني باش نتبرد زيفي ديال حياتي يا اختي باش ما نديروش الغريب والاغلاط في الرفيسه وطحنا الشعر ونشوهو والظفار غادي ندير ليكات غادي ندير ليكات يا اختي ما يصلحش نديرو رفيسه في الظفار بحال هكا سو ليتس جو يا ربي الله يحشمنا مهم اول حاجه غادي نبدا بها هي الدجاج غادي نشرملو غادي ندير له التتبيله ديال العطريه ديالو باش يجلس فيها واحد شويه يتنكه اكيد طبعا الدجاج بلدي النفيسه ولا بوداج بناه البارح وغسلناه مزيان بالليمون والخل وسكينجبير وعاودناه في الغسيل وخليناه كيتقطر من البارح باش ينشف لينا مزيان كيجي حسن الا كان مستقطر وناشف هنايا عندي البزار القزبر مطحون سكينجبير والخرقوم غنزيد عليهم شويه ديال المساخن هادو مصايبين على اليد ومطحونين على اليد ما مشريينش واجدين غادي نزيد واحد شويه ديال السمن غنزيد الثومه محكوكه صافي وغادي نخلط هادشي كامل بالماء ماشي بالزيت البنات لان الزيت ما غتخليش العطريه تشرب كدير بحال واحد الحاجز وما كتدخلش العطريه للحم ديال الدجاج غادي نشرمل هاد الفروج البلدي ديالي وجو بيكي في اللحم بشي موف ولا فرشيطه ونحاول ندخل هنايا تحت الشده وفي وسط اللحم باش يتنسم كامل ونرجع معكم
ولي 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 والله تعالي يابا مشحتي بشي ايه كميه البصل الرهيبه دي يا اختي. هنا شلت واحد 4 ديال البصلات متوسطين بويض وحده حمراء شلتهم مزيان باش تلقوا الماء ديالهم وفيهم غادي نطيب الدجاجه. وطبعا دخلت حتى شويه ديال البصله لداخل وكلشي للجوف ديال الدجاجه باش تنكه مزيان مزيان. صافي وغادي ندوز للطياب دابا. وليت عاوتاني عاودت نفس العطريه مساخن سكين جبير خرقوم البزار. البزار درت غير شي شويه لحقاش حار هذا طيبت به ديجا وشمتني. وهذا القزبور يابس مطحون وهنايا شويه ديال السمن وغادي نزيد كاس ديال الزيت البلديه ديال البلاد. عرفتي النسمه ديالها غير حتى كي دايره. تقدروا ديروا كاس مخلط ما بين الروميه والبلديه ولكن هذه منين ديال النفيسه غادي نديرها لها كامله بالزيت البلدي. الحلبه ها هي نقاتها لي مريومه حدايا درنا عليها شويه ديال الماء طايب. غادي نسلقها غير واحد شويه قبل ما نضيفها غير نحيد لها بحال غير نشللها ونحيد لها شويه ديال الجهد وعاد غادي نضيفها. والدجاج ها هو حدايا ها نتوما كتشوفوها هو بدا كي ها هي التغنيره ديالو. الربيطه ديالي ديال المعدنوس ها هي هنا عقدتها بالكومبريس ستيريل. عقلتو دوك لي كومبريس ستيريل اللي جمعت في الباليزه وقلت لكم راه يصلح ولي يصلحوا لي شي حاجه وما صلحوا. ام باكي فيه جوج وحده ربطت بها المعدنوس وثانيه ها هي جمعت فيها الحلبه باش ما تشتتش كامله في المريقه. كاين اللي ما كيبغيش الحلبه تكون في المرقه شوقه مجموعه ديك الساعه ونزيدها من الفوق. فوالا يبقى العدس والثومه حتى البلاتي ونزيدهم حتى المرق. وكندير واحد الكميه مزيانه ديال الماء لحقاش هذا ماشي نصيب العادي هذا البلول والرفيسه كتبغي البلول دونك الا خصني من بعد نزيد. دابا غادي نزيد الرويسات ديال الثومه صاينين بحال هكا. هنا سوغ لو كوتي كنوجد داك الشيء اللي غادي نحتاج في التزيين من بعد باش نديرو داك الشيء بريستيج يا اختي. المهم هنا عندي بيضات بلديين غادي نسلقوهم. هنا البيض ديال السمان الكركاع. هنا عندي المشمش يابس وعندي التمر باش نقادو هادشي ونعمروه للتزيين فيما بعد يا اختي. المهم انتم معايا غادي نوريكم المراحل اللي غادي ندير وداك الشيء على قد الحال غادي نحاولوا. المهم هو المحاوله كنديروا المجهود والمهم هو المحاوله. غادي نزيد البصله غادي نزيدها هكا في نص كياب على الدجاج وغادي نزيد مازال شويه ديال راس الحانوت وشويه ديال العطريه حيت جاني مازال خاص ونعاود نسد عليها. رديتها فهاد الطنجره اللي كبيره لان الاخرى جاتني صغيره ومازال غادي خصني نزيد البلول. دابا نزيد العطريه نديرها على البصله وعاد نخليه يزيد يكمل طياب الدجاج ديالو لحقاش البلدي تيشد الطياب راه حنا عارفين هاد القضيه كامله.
دار فيستي انا سمعت الدقه المراكشيه جات مشيت اختي سمعت في كل شيء ومشيت نشطح شويه مشيت بع بيتي وفرنتي ماشي سوقي. المهم رجعت نكمل على رفيستي ندير فيسه ديال الدخله ديال النفيسه للدار مازال ما دايرين لا احتفال لا حتى شي حاجه غير الدخله ديالها كما شفتوا معايا جبنا الدقه المراكشيه باش غير هكا بيناتنا باش نفرحوا ونشطوا ملي رجعت من السبيطار بخير وعلى خير هي وبنيتها. الفرقه غادي نخلي لكم السميه ديالهم والنمره ديال التليفون وانستغرام في صندوق الوصف لتحت الا بغيتوهم بنات وجده راهم واعرين 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 الله يعطيهم الصحه دراري توب ايزون اسوري. غتلقاو المعلومات ديالهم كاملين في صندوق الوصف. مهم شطحنا وردحنا وبردنا الغداء اختي الله يعطيهم الصحه ورجعنا باك تو بيزنس صافي الرفيسه قريب توجد اونطرو طون غادي نوجد الكاشير ديال الكبده ما غاديش يقبض بزاف ديال الوقت ما مشيت كنشطح وكنردح يا اختي ما صايبتوش عاد غادي نصايبو دابا غادي نديرو بالاعشاب وكلشي انا غادي نوريكم وصافي. بالنسبه للكاشير ديال الكبده غادي ندير لها غير شويه فريمون ليها ما كيعجبهمش بزاف الكبده دونك سي فريمون بور نفيسه. عندي هنايا واحد لا كونتيتي ديال الكبده اللي مغسوله بالملح والخل ومقطره ومقطعها هكا رقيقه. عندي هنايا معدنوس مقرد درت غير المعدنوس ما درتش القزبر ومقرد على اليد باش ما درناش في الماكينه باش ما يطلقش الماء ديالو قردناه بالموس على اليد. وهنايا عندي كاع هذوك لي زيبيس اللي درت في الرفيسه بالاضافه لشويه ديال السمن وشويه ديال الاعشاب عندي فليوز زعتر وزعيطره ويلا عندكم مرصيطه زيدوها. المهم الاعشاب اللي عندكم ديروهم مليحه راس الحانوت خرقوم سكينجبير قزبر يابس بزار شويه ديال الكمون وصافي هادشي اللي عندي هادشي اللي عندي. شويه ديال زيت الزيتون وغادي نزيد عليه البيض مضرب واحد جوج ولا ثلاثه ما عرفتش على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب لا كونتيتي ديال الكبده اللي عندكم. المهم ها نتوما معايا وغادي نقول لكم شحال زدت في الاخر. نتوما هنا غادي نضرب جوج ديال البيضات بلديين وغادي نزيدهم صافي وغادي نجمعها في بلاستيكه نحيد منها الهواء نروليها مزيان في البابي الومنيوم ونديرها طيب فوق كسكاس في الكوكوط باش دغيا دغيا. الجيجه ديالي هي طابت مريقه ديالي وقفت وينها يا اختي واحد الريحه طالعه ما نعاودش لكم صراحه ما نشكرش راسي ولكن ما غاديش نتواضع معكم ما غاديش نتواضع معكم في هذه اللقطه هذه لان داك الشيء خرج غزال 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 ريحه الحلبه وراس الحانوت عرفتي غادي تكمد عظيمتها من داك الشيء رفيعو حنا معها غادي نبقاو نعطيو هانيه مصليته هانيه مع الحلبه والصهد ولكن عرفتي سافا نو فير دو بيان ا توت كاملين خاصنا نكملوا عظيمتنا وبنينه دقتها فريمون خرجت بنينه. الكبده ها هي صافي الكبده غادي تطيب دغيا دغيا جوست اكوتي وندريسيو نرجع معكم منين نبغي ندريسي. هنا البنات كما كتشوفوا معايا وجدنا مسمن رقيق قطعناه بحال هكا ما محتاج ليه تبخر لا حتى شي حاجه كاين اللي كيبغي يبخرو انا منين عندي يلاه وجد عاد دابا باقي سخون وباقي شاد في راسو يلاه غادي نسقيه بالبلول وغادي يجي مزيان ما تسناش كون كنتسنى حتى نشف كون دوزت له بعد واحد التبخيره في الكسكاس عاد سقيته مي ما محتاجش باقي سخون. صافي الكبده ديالنا ها هي طابت. المهم انا خليتها اون فادير واحد 20 مينوت هكاك الا كنت شاده لها الحساب باقا سخونه غادي نخليوها حتى تبرد عاد نقطعوها. غادي تدوقوا وتقولوا لي كي جاتكم اول مره انا ندير هذا الشيء صح فوالا. مهم التقديم على قدي ولكن حيت عييت ولكن راه غير بيناتنا ما كاين حتى شي واحد براني والحكمه في المذاق. الحلبه ما حليتهاش البنات خليتها في كميميستها سي با اوغو دو تو الموند وما عرفت غادي امام ليلي جا الجوع صافي غادي يدوقوا ونقول لكم الانطباعات ابخي على الله لا لا يحشمنا سي ما بروميير فوا صراحه ندير رفيسه هكا النفيسه واخا اختي مي بون واخا هكاك يا اختي خصهم باش ما يعايرونيش. يلا غادي تقولوا لي كاملين واحد الله يعطيك الصحه جماعيه كي جاكم داك الشيء بعد الصحه نمشي ناكل.